دوت، وانتوا شرفتونا، وهنحاول نقدم لكم حفلة ان شاء الله تعجبكم. وبنتوجه بالشكر للدكتورة الفنانة الوزيرة دكتور إيناس عبد الداين، والدكتور خالد داغر رئيس البيت الفني، والأستاذة هوايدة عيد، والأستاذ عبدو أبو المجد، وكل الناس من أعلى حاجة حتى لكل الناس الستاف اللذيذ اللي نقل الجمهور الجميل دوت للكراسي اللي انتوا قاعدين عليها. شرفتوني، وإن شاء الله نعملكم مزيكا تعجبكم، وأهلا وسهلا بكم. شكرا.
كويس ولا ايه الاخبار؟ سامعين كويس؟ سامعين الصوت كويس؟ طيب تمام. محتاجين بس بعد اذنك يا باشمهندس نعلي القانون شويه. القانون مش معايا. اعزف يا علي. سمعنا القانون. مش باين القانون خالص لا في المونيتور ولا في الازهر بارك. لا Thank you.
عم بقى شغال انت بقى. بنشكركم على تشريفكم وحضوركم الجميل، واسمحوا لي اقدم لكم الفرقه الجميله دي بعد قبل اخر تراك ما هنقدمه. معانا على البيز الجيتار محمد العشري، درامز الفنان حازم عبد القادر، بيركاشن الفنان ايمن صدقي، عازف الترومبت الممتاز الفنان وليد جبر، الفنان مصطفى السعيد، مصطفى سعيد على الساكسفون، والقانون اللي يعني المفروض كان هيسمعكم احلى من كده كتير كتير كتير، بس يعني نحيي الفنان الكبير علي شاكر على القانون. و فنانتنا الكبيرة مغنية الجاز وعازفة الفايلن رنا حجاج، زقف لها. والصوت الدافي الجميل الاسكندراني الحلو ميرا وجيه من الاسكندرية، نرحب بيها. نشكر هندسة الصوت المهندس هاني والمهندس دسوقي، وشكرا لإدارة الأوبرا. هنسمعكم آخر تراك وشرفتوني جداً.